النذر لغير الله لا كفارة فيه، وذلك لأن الذنب الذي اقترفه أعظم من أن يكفر بكفارة يمين. من ثم فإن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدع هذا النذر. فمثال النذر لغير الله أن يقول نذر عليه أن يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول نذر عليه أن يذبح للولي الفلاني، فهذا قد صرف عبادة النذر لغير الله فيكون مشركا بالله شركا أكبر.